وللحديث عن التوقعات بشن روسيا حربا ضد أوكرانيا وسط اتخاذ موسكو خطوات جديدة مع تحديد أوكرانيا موقفها من الانضمام للناتو، معنا من لندن المستشار في العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر. أهلا بك معنا داتوك أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمشاهدينكم الكرام. أهلا بك. بداية، كيف تقرأ توقعات بشأن روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا؟ يعني هناك تأكيد من بريطانيا وأمريكا أن الواقع شديد الخطورة، ولربما يكون الهجوم العسكري أو اجتياح أوكرانيا في أي لحظة. صحيح، نحن سمعنا هذه التصريحات الأمريكية والبريطانية التي تتحدث عن أنه من الممكن أن يكون الغزو الروسي لأوكرانيا في أي لحظة، مما لا شك أن الاحتمالات كثيرة. الاحتمالات لهذا الواقع الذي تعيشه المنطقة ما بين حرب وما بين انقلاب داخلي وما بين تدخل من هنا أو من هناك، واحتمالات أخرى كثيرة، لكن خلينا في الاحتمال الأول الذي تتحدث عنه أمريكا وبريطانيا. عندما تحشد روسيا أكثر من 130 ألف جندي على الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية، إذن أوكرانيا محاصرة من كل الجهات، وطبعا من البحر أيضا الغواصات والسفن الحربية الروسية يعني مقابل الحدود البحرية الأوكرانية. أوكرانيا تمر بأزمة كبيرة جدا. عدد الجنود الأوكرانيين كم عددهم؟ كم ستستطيع أمريكا أو أوروبا إمداد أوكرانيا بكم عدد؟ نحن عندما نرى الأعداد الجنود الأمريكان في كل أوروبا الشرقية ودول أوروبا لا تتجاوز 10,000، فبكم ستأتي؟ أما الطائرات المحملة بالأسلحة التي جاءت من أمريكا ومن دول أوروبية أخرى في إلى أوكرانيا، أيضا في نظري هذه أيضا لا تكفي في معركة مثل هذه، المعركة على أرض روسية على حدود روسية وجها لوجه. وعندما تتحدث دول عن ستينجر الذي قدمته أمريكا للأفغان قبل 30 سنة، فنحن أمام معركة خاسرة. ولكن في المقابل عندما تتحدث أيضا أمريكا وبريطانيا أن روسيا لو قدمت على هذه المعركة ستخسر كثير، ستكون في حصار اقتصادي أمريكا حاصرت روسيا اقتصاديا، وضعت عقوبات عليها، حاصرت إيران وضعت عقوبات عليها، حاصرت البرازيل وضعت عقوبات عليها، لم تكن لهذه الدرجة عقوبات. ولكن أنا أقول إن هل هذه مصلحة روسيا أيضا أن تدخل هذه المعركة؟ خلينا ننظر بالجانب الآخر. أنا لا أتوقع أن روسيا ممكن تدخل هذه المعركة برغم هذا التهديد البالغ، وبرغم أن روسيا لو دخلت المعركة ستحتل أوكرانيا بسرعة جدا وستكون في كييف وستنصب رئيس أوكراني من الأوكرانيين الذين هم ينتمون لروسيا وكثير منهم. لكن أنا أقول أن روسيا لن تقدم، توقعاتي شخصية أن روسيا لن تقدم على هذه المرحلة، ولكن من الممكن أن تقوم روسيا بإنقلاب داخل أوكرانيا، ولها من الشخصيات السياسية الكثيرين، ولها من الروس أبناء أوكرانيا الكثيرين الذين ممكن يقوموا بمثل هذا الدور. نعم داتوك أحمد، يعني تقول أن روسيا لربما لن تقدم على اجتياح أوكرانيا أو أي عمل عسكري، ولكن هناك تناقض روسي. يعني هناك تحشيدات كما ذكرت لأكثر من 130 ألف جندي على الحدود، وهناك يعني لربما طبول الحرب تقرع، وفي ذات الوقت هناك تأكيد روسي أن روسيا لن تقدم على أي عمل عسكري في هذا الخصوص. يعني إذا كانت نية روسيا فعلا القيام بانقلاب داخلي دعنا نسميه في أوكرانيا، إذن لماذا كل هذا التحشيد العسكري على الحدود؟ هذا سؤال وجيه ومهم جدا. الواقع الفعلي أن حلف الناتو أصبح يحاصر روسيا من كل مكان، لذلك روسيا الآن تريد أن ترجع مرة أخرى إلى فترة الحرب الباردة. أرادت روسيا أن تظهر قوتها العسكرية الجبارة وأنها تستطيع أن تكتسح أوكرانيا وغير أوكرانيا من دول
شرق أوروبا، أوروبا الشرقية التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، وهذه الحرب النفسية والحرب الباردة وعودة لما كانت عليه في السابق شيء مهم جدا بالنسبة لروسيا في الوقت الذي الناتو ممكن الممكن أن أوكرانيا لن تتراجع عن طلب الانضمام لحلف الناتو، وحلف الناتو سيقبل مما شك أوكرانيا للدخول فيه، فإذا روسيا فعلا محاصرة من حلف الناتو عن قرب، فلذلك هي تريد أن تظهر أن قوتها الضاربة ممكن أن تصل إلى هنا أو هناك. هذا تحليلي، لكن كون روسيا تدخل هذه المعركة في وضع اقتصادي روسي متأزم الوضع الاقتصادي الروسي، وبعد قضية كورونا وأشياء كثيرة جدا، وما أظن روسيا تستطيع تدخل هذه المعركة في الوقت الذي أيضا لابد أن ندرك أن أوروبا تختلف عن أمريكا. أوروبا أيضا لا تريد لهذه المعركة، أوروبا لا تريد أن تستغني عن الغاز الروسي، وأمريكا أيضا لا تريد أن تستغنى عن الغاز الروسي. بحث عن بدائل الآن، صحيح يوجد بحث عن بدائل، ولكن عندما نرى هذا البحث عن بدائل، يعني الجميع تحدث عن بدائل كثيرة، ومنها زيارة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم إلى واشنطن، وأصبحت قطر دولة حليف استراتيجي لأمريكا، وأن ستزود أمريكا بأي غاز تريد أمريكا أو أوروبا، ولكن هل هذا سيكون كافي لأمريكا ولأوروبا؟ هذا سؤال آخر. الوضع صعب، لا أوروبا ولا أمريكا ستستغنى عن الغاز الروسي، وكما تفضلتم أيضا في تقريركم، ولا البلاد العربية ولا غيرها أيضا سيستغنى عن القمح الأوكراني. نعم. توجد مصالح عالمية كثيرة الآن لا تريد لهذه الحرب أن تقوم. الآن ماذا إن يعني كانت خطوات روسيا وتصعيد روسيا على الحدود لربما سرع سعي أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، ما هي خيارات روسيا؟ روسيا أمامها خيارات كثيرة. أنا متخوف من القرار الذي وضعه الرئيس الروسي بوتين أمام مجلس الدوما البرلمان الروسي اليوم، وهو الاعتراف بهذه الدول التي تريد أن تكون مستقلة عن أوكرانيا. نحن نرى مشهد مثل نفس المشهد الذي تكرر مع أوسيتيا الجنوبية، نفس المشهد الذي تكرر أيضا مع شبه جزيرة القرم، ومشاهد كثيرة قامت بها روسيا من قبل. لو تم هذا، ومما لا شك أن مجلس الدوما يصوت لصالح السيد الرئيس بوتين، لو تم هذا بعد ذلك سيكون الجيش الروسي كما هو الآن في شبه جزيرة القرم وفي أبخازيا وفي أوسيتيا الجنوبية، سيكون أيضا في هذه المناطق التي طلبت الاستقلال عن أوكرانيا، ومن هنا ستصبح المشكلة المعضلة كبيرة. القوات الروسية هناك دعما لدول طلبت الاستقلال، وبالمناسبة عندما ننظر للتركيبة السكانية يوجد أعداد كبيرة جدا من الروس من سكان هذه المناطق. هناك لربما أمر ملفت للانتباه، يعني قد يسأل البعض لماذا لا يحرك الغرب الملف السوري في هذا الإطار لاستحصال لربما مكاسب في الملف الأوكراني؟ سؤال وجيه جدا، وأنا أظن أن هذا واقع. أظن أنه تمت عدة لقاءات مع مجموعات مختلفة من السياسيين السوريين في عدة أماكن في العالم، وأظن على إثر ذلك أيضا موسكو دعت للقاء مع كثير من القيادات السورية والمجموعات السورية، لقاء في موسكو نهاية الشهر معلن عنه. فأنا أقول في تحرك أمريكي روسي أوروبي على القضية السورية، أيضا محاولة لتحريك ملفات كثيرة في نفس الوقت، ثم تتفاوض أمريكا وروسيا على الطاولة على هذه الملفات، الملف الإيراني، الملف الروسي، الملف الأوكرايني، وحدود روسيا مع دول أوروبا الشرقية. هل تعتقد أن هذا الملف قد يؤتي، يعني قد تقطف ثماره فعلا أوروبا وأمريكا؟ هل ستخضع روسيا فعلا يعني فيما إذا حرك ملف سوريا في يعني هذا الشأن؟ أنا أتوقع أن روسيا، أمريكا ممكن تتنازل لروسيا
عن أماكن في الشمال السوري أكثر، ما تحليلي وما أدري، المفاوضات مستمرة مقابل بين الأمريكان والروس وبين الروس وبعض الفصائل السورية وبين الأمريكان أيضا وفصائل سورية أخرى وبين بعض الدول العربية المحمولة على هذا الحلف أو هذاك الحلف. ففي اجتماعات مستمرة وكبيرة، لعل نهاية الشهر تبرز لنا شيئا، لكن أنا أتوقع لعل أمريكا تترك شيئا ما لروسيا أكثر في سوريا والمياه الدافئة، وتكون في تهدئة للأمور على الحدود مع أوكرانيا شيئا ما. لكن لننظر أيضا بماذا سيخرج مجلس الدوما الروسي بقراره بعد طلب الرئيس الروسي له بالاعتراف بهذه الدول المستقلة عن أوكرانيا. التصعيد كبير في كل الملفات في نفس الوقت. نعم مرة أخرى روسيا تريد تعود للفترة التي كانت فترة الحرب الباردة، بالرغم من روسيا أضعف مما لا شك بكثير عما كانت، وضعها الاقتصادي متأزم شكرا. جدا، لكن هذا بوتين يريد أن يعود بروسيا مرة أخرى لحكم التحالف نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، المستشار في العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر، شكرا جزيلا لك.